هاتوا هاتوا. أنا بحياتي ما حلمت بشي بتعرفي، ما كنت بعرف ليش، كنت شوفها شي طفولي أو ما له معنى بالحياة، لهيك ما كنت أحلم. ما عشت طفولتي، لهيك كانت الحياة بالنسبة إلي مدينة لإلي بكتير شغلات، وما عطتني شي أبدا ولا حتى ساعدتني. يلا بست. ألو هاتو، خلينا نحلم بشي، خلينا نروح فيه لبعيد كتير، وهنيك أكيد رح تكون أمي ناطرتني لتشوفني، لأنه هي مشتاقة لي كمان. هي الحياة. أنا عم أركض كتير بسرعة، حتى أسرع منك تخيلي. بدي ضمها لأمي. خلي بابا يكون موجود، معلش يكون، بس أنا ما عندي مشكلة إنه يكون موجود، بس بشخصية تانية، ويكون بحبني أنا وأمي ليوم. ليوم واحد، ليوم واحد بس. بتعرفي شو هاتو؟ هذا اليوم هذا اليوم أكيد رح يكفيني، بس هذا مو حلم، هذا كابوس على فكرة. ها باركون، فوتوا فوتوا لك هون. سلام. شو عم يصير هون؟ شو عم اسمع؟ مين إجا لعندي بهالوقت؟ بارك لازم نحكي مع بعض. ثواني، في حدا لازم أسأله. شو رأيك هاتو؟ قالت لا لا، كنا عم نحكي بمسألة عائلية حساسة، لهيك ما عطتني الإذن. والله لا تواخذوني، ما أجينا لناخذ الإذن أصلا. خليني أقول لك، أنا عن حالي جيت كرمال هزال بس، أما قصة الكتابات شغلتها فاضية وتافهة كتير. هزال بدها تقلنا شي مهم. عفوا، بدها تقلنا شي كتير مهم. كتير منيح، يعني أنا ما جبرت حدا يجي لعندي، لهيك اللي ما حابب بيقدر يطلع الباب، لسه محله عفكرة. هذا الشاب خالص. لا دقيقة، لو سمحتوا استنوا دقيقة، ممكن توقفوا؟ نوقف شو؟ اسمعي. تمام، لو سمحتوا، هلأ أنتوا حولتوا القصة لموضوع تافه كتير وعم تشغلوا حالكم فيه، ملاحظين؟ لو سمحتوا. ليكو، في شغلات عم تمشي برات الطريق كله. على أساس كانت عم تمشي من قبل؟ ما حدا ملاحظ إنه تصرفات جمرة صايرة غريبة؟ حطت بعقلها ساعة وفا يلي لابسها علي بإيده، وكانت عم تنكش بالخزانات عم تدور على شي. أي خزانات؟ وشو فيها ساعة وفا؟ ليش؟ ولا شي، هي ساعة أطفال بس. يعني أنا ما لاحظت أبدا. إيه يعني شو القصة؟ ما بعرف، بس جمرة حاطة براسها هي الساعة. واو، كتير حلو عن جد، ماني مصدق. يعني جمرة راكدة ورا هي الساعة؟ ليش ورا هي الساعة بالضبط يعني يا شارلو؟ قدرتي تعرفي شو؟ قدرتي تحصلي على معلومات؟ مثلا الساعة بترجع الزمن لورا أو بتقدم الزمن؟ كيف؟ احكي لي. يلا. ما بعرف، بس في شي واحد بعرفه، بالليلة اللي مات فيها وفا كان لابس هي الساعة بإيده، وجمرة حاطة هي الساعة براسها. لو عقلي قدران يستوعب ويحلل ما كنت اجيت لعندك اصلا، وما كنت جريت إلجي وجاجري وراي لهون كمان. يا رفقاتي، انتو مجبورين تصدقوني هلا، جمرة في براسة شي، وهالشي كمان كتير كبير. دقيقة. شو صار؟ شو عم يقول المحامي؟ ممكن تشرح لي من البداية لو سمحت؟
من ظني انه ابوك بريء اذا قدرنا نوصل لساعة هداك الولد وفا؟ ايه ايه وفا. اذا قدرنا نوصل لساعة وفا بهديك الليلة ممكن نبري ابوك. ثواني بس لا استوعب شوي. شو دخل الساعة؟ بصراحة قبل ما يموت رفيقك وفا الساعة عملت تسجيل صوتي بهديك الليلة. ابوك عنده ظن انه ممكن تكون سجلت صوت الآلة. تمام. طيب بدي اسألك شيء. جمرة اجت لحتى تشوف بابا؟ يعني عنده علم بخصوص هاي الساعة؟ طبعا طبعا الأنسة جمرة عنده علم. سمعتها وقت انت عم تحكي مع ابوك. يا ترى لشو عم تخططي يا جمرة؟ طيب تمام بتصل فيك بعدين. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.